بتحبش ابدا حد غيرك يعمل مشاهد؟ بشوفها مش هتبقى حقيقيه يعني، مش عايز اضحك على الناس. فانا لو ما اعرفش اعمل حاجه ما اعملهاش، لكن ما اعملش حاجه فبقى الناس تفتكر ان هو احمد، بس انا عارف ان هو مش احمد. فانا لو كتبت على نفسي يبقى مش صح يعني. دي وجهه نظر، وارد تكون صح وارد تكون غلط، لان في نجوم عالميين كتير بيعملوا دوبلير، فانا ما بتفش من الدوبلير. لكن انا بقول لك وجهه نظري اللي وارد تكون غلط اصلا. تشكر ما نحرمش. وحاجات تانية بجيب واحد انا واحد بجيب اللازمات منين؟ بتبقى مكتوبة على الورق ولا انت بتطلع؟ لا دي انا بضيفها، ببقى حريص دايما ان انا ابقى بقول حاجة جديدة فالناس تحبها مني والناس تعودت مني على كده، فبعمل لهم الحاجة اللي بيحبوها. ناس كتير بتسأل ليه مسابقات على السوشيال ميديا؟ ده مسابقات على السوشيال ميديا عشان انا بعملها من قبل رمضان، فبتبقى من باب التواصل مع الناس والحاجات دي، وبشوفها من باب ان انا يعني الناس اولى بالفلوس اللي انا ممكن اصرفها في بروزة المسلسل وتروح في الارض، الناس اولى بيها، وده عهدي ما بيني وما بينهم. وانا طلعت البرنامج قبل كده قلت ان هم شركاء في نجاحي. تحب تقول ايه لكل جمهورك في الوطن العربي؟ وانا عارف ان انا واخداك من المشاهد ووعدتك اني مش هطول، لكن اكيد جمهورك مستني رساله. انا بحبهم جدا وبحب كل اخواتي، واخواتي في ضهري وانا في ظهرهم، واحنا شركاء مع بعض في مركب واحده اللي هي مركب النجاح، وربنا يديم علينا الحب والموده ونشوف رب. والحمد لله ان المسلسل عجبهم وان شاء الله. ولسه في مفاجآت في المسلسل. ما المسلسل يعني كل اللي فات ده منسخ. منسخ. اللي جاي ان شاء الله باذن الله. الف مبروك احمد العوضي، ومن نجاح لنجاح ولمزيد من البطولات المطلقه. صحيح. شكرا. اللي جاي بطولات مطلقه ان شاء الله باذن الله، اللي جاي يبقى احسن كمان من ده، وافلام كمان ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. النجم احمد العوضي كان معنا على شاشه القاهره الاخباريه.